محمد سعداوي من تونس، من الجنوب التونسي مدنين. جينا لهنا قبل الكورونا، حكيت جمعتين هكاكا، ويا خويا جت الكورونا هذه، ربي بعد علينا البلاء هكا. هو بقينا لهنا في المروك، وولد المروك معانا، وكازا في السلمية بالضبط، فهمتني، عائلات وقفت معانا وكل شيء، يرحم والديهم. والله جيت من جانفي، عندي تو براسك 5 شهور هكاك، 6 شهور، فهمتني. كيفاش دوزت الاجواء ورمضان؟ والله يا اجواء زوينه، اجواء باهيه، معناها كما في تونس، ما تبعتش على بعضها برشا، معناها كيف وعلى قلب الكلمه الطيبه، وناس باهيين يرحم والديهم. باهي، مرحبا بك في المغرب. يجزيك خويا، يرحم والديك. والله تونس عملت اجراءات، معناها عملت اجراءات معتها على بكري، فهمت. حتى المرض في ساعه معتها، في ساعه تنحى، ما قدش البريود من الدول العربيه اللي اول، معتها من اول الدول العربيه اللي معتها تنحى منها المرض. الحمد لله توا رجعوا، معتها ما عادش كون فما، رجعت الناس كلها تعيش عادي، و ان شاء الله ان شاء الله قبل المغرب هكا. معناتها قاعدين يعملوا فيهم في رحلات نتاع عجلة، عملوا حكايه 4 ولا 5 رحلات، ومعناها انت والنمبر نتاعك فيها، معناها في كل وين يبعثوا الطياره يكلموا الناس اللي لازمها ترجع، وان شاء الله خويا على قريب نروحوا هكا. فما كسكسي، فما كيما يسمى كيما في تونس، غير انا حاجه بركه، الحار ما عندناش، ما فهمش لهنا. مرحبا، احنا ما ناكلوش الحار، الحار ما فهم الجمله، فهمت. احنا عندنا مع الحلاوه، تحب لك شوي باش تولي تستانس بالماكله نتاعك. فهم الطاجين زاد باهي لهنا، معروفين بالطاجين، باهي ماكلتهم باهي. ومرحبا بك اخي محمد، شوي حار وكا. الشعب التونسي واصحابك كلهم، اصحابك كلهم في تونس، في مدنين، زرزيس، الناس كل، مرحبا بك. ومرحبا بكم في المغرب، بلد ثاني، والوالدين وكل شيء نسلموا عليهم.